تابعوا مع حضراتكم. مجلس الوزراء اتخذ قرار بتقديم استقالته للسيد رئيس الجمهورية. ضجة كبيرة تردد صداها بالشارع المصري اليوم بعد قرار الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بتقديم استقالة حكومته، فما بين مرحب ومعارض تراوحت الآراء. طبعا ما فيش أي بصراحة إنجاز حصل في حكومة الببلاوي دي خالص، ما حسيناش بأي إنجاز. طبعا نفس الحكومة الجديدة دي تعمل حاجة بقى للناس الغلابة دي تعدل البلد إن شاء الله، خطوة الاستقالة دي، لأن هم أصلا الحكومة دي كانت مش بتعمل حاجة خالص. إحنا ما شفناش أي شغل ولا شفنا أي كلام ولا في أي حاجة تمت، إحنا زي ما إحنا وفي النازل على الحكومة اللي فاتت دي. آمال عقدها المصريون بعد الاستقالة في حكومة قادمة تضخ دماء جديدة في عروق الدولة بعد فترة ليست بالقصيرة افتقر فيها الوطن إلى الاستقرار والأمان. أي حكومة تيجي بس تنهض به، تنهض بالبلد، مش حكومة تيجي تخرب بالبلد شوية وبعد كده تمشي. اللي مطلوب من الحكومة الجديدة، أنا عايز أنزل لمؤاخذة أجيب رغيف العيش بسهولة، عايز أودي إذا كنت أنا مريض ولا حد مريض عندي يتعالج بسهولة، عايز وسيلة مواصلات سهلة، بقول لحضرتك عايز سبل معيشة مريحة. أنا عايزة الشباب تشتغل، عايزة مصر تستقر، عايزة يبقاش فيه موت، عايزة كلنا نبقى مستقرين وإحنا بندعي إن ربنا يصلح من حال مصر. قرار مفاجئ أثار جدلا في الساحة السياسية التي امتلأت بمرحبين لهذا القرار والمتخوفين من نتائجه، ويبقى الوقت وحده كفيلا بإظهار الرأي الأكثر صوابا. لميس حازم، MBC مصر. حاجات تانية بقى حصلت.